منتابع ام تي في الايف وبفقره ليدرشيب لليوم رح نحكي عن بناء العلاقات السليمه بالعمل بشركه بمؤسسه معينه او بتلفزيون كمان. هيك اهلا وسهلا فيك هشام ملاعب مدير مشاريع. لما بنحكي بروجكت مانجمنت بنحكي عن شو تحديدا؟ يعني شو بتشمل هالبوزيشن هيدي؟ بروجكت مانجمنت بتشمل from the start of the project till the end of the project. بنبلش نحن من وين ببلش البروجكت للاكزكيوشن للامبلمنتيشن، ناخذ الريسكس بالبروجكت، ومن ضمنها هي بناء العلاقات السليمه اللي هي لازم تكون موجوده بقلب التيم. يعني ممكن كمان تكونوا انتم عم تختاروا التيم ويمكن يكون التيم اوريدي موجود، فهون منا هينه يعني قصه العلاقات السليمه بفريق عمل، خصوصا اذا كانوا جداد مع بعض او اذا كانوا من فرد شركه ومتفرقين وجمعتوهم يعني. اكزاكتلي، هيدي على فكره رح نحكي فيها انه اتس بارت كيف نحن بنخلي التيم يكون على طول ان جود ريليشن مع بعض لما نعمل ميكسينج للتيم. هيدي كمان رح نحكي عنها لما نكون عم نقول كيف بنبني التيم ليكون في جود ريليشن شيبس بقلبه. هي من اصعب الامور، هي من اصعب حقيقة الامور ومن البيسكس مثل ما بتقولي. وهذا اللي رح نحكي عنه اليوم بخلال حلقتنا. اكزاكتلي. شو الاسس؟ دائما بتحكينا ساينس. فهو اول شيء بناء العلاقات السليمه بقلب اي مؤسسه هي العلاقه بين الامبلويز بين ايتش اذر بين بعضهم ومع المانجمنت واللاين مانجرز تبعهم. هلا هاو تو بيلد هيدي العلاقه، هيدي شغله كثير اساسيه لانه هي بتحدد نحن كيف السكسس للاورجنايزيشن او الكومباني على الشورت تيرم وعلى اللونج تيرم. شو الفاكتورز اللي هن بتخلينا نحن نقدر نبني علاقات سليمه؟ هيدي بدنا نحكي عنها قبل ما نقول كيف بدنا نعمل علاقات سليمه. طبعا. سو البيسك بوينت هي تنكون عم نقدر نعمل علاقات سليمه هي الكالتشر، نكون عم نشتغل على الكالتشر بقلب الاورجنايزيشن. شو هو الكالتشر؟ مش يعني نقرا كتاب ونخبره. هلا الكتاب فينا نقراه ونخبره بس بدنا نفهمه بس لا لازم نقرا كتاب بس كمان بدنا نفهمه. هلا نحن بحياتنا اليوميه في رولز وقوانين بنمشي عليها بالبلديه وبالدوله، هودي رولز بروسس مكتوبين. وفي كمان كلتشر عندنا، الكلتشر هو اللي ربيان بفيلج غير ربيان بمدينه. بيمشوا بنفس الرولز بس هيدي اتس ان اندرستاندينج كيف الكلتشر. نفس الشيء بالمؤسسه، بالمؤسسه في بروسس وبروسيجر مكتوبه بس كمان في كلتشر، هذا الكلتشر اللي هو كيف بيكون الاندرستاندينج. اذا بدك التكنيكال تيرم لها هي از تاسيت نولج كانت بي ريتن. اعطيك اكزامبل عندنا. Let's say أنا رحت عند my colleague بأذر ديبارتمنت بسألها بدي مساعدة منها على شيء معين. How she will support me؟ بتعطيني كل الانفورميشن، بتعطيني part من الانفورميشن، أو she will not support me، هذا part of the culture. ما في شيء written بيقول إنه أنا كيف الامبلويز they will support each other. يعني بطريقة الطلب، بطريقة الكلام، بطريقة الأخذ والرد مع بعضهم، يعني هيدي بدها تكون شوي يعني بتتشابه مع بعضها، بتتشابه وتكون مبنيه بطريقه صح من التوب مانجمنت. they have to enforce هيدا الكلتشر او هي طريقه التعاطي. بس هيدا صعب هشام، يعني هل المفتاح او السر هو من باختيار اشخاص جايين من باك جراوندز بيشبهوا بعضهم، او نحن بنقدر تو امبلمنت هيدا الموضوع؟ يعني نحن لما بنختار مثلا لنقول طلاب جامعات من بيروت بيشبهوا تقريبا ذات الفكر، ذات طريقه التصرف، ذات الحياه والمجتمع، او نحن بنقدر اذا كان عندنا شخص لنقول من بيروت او من شمال لبنان او من جنوب لبنان نقدر نحن نجمعهم ونأسس فيهم هيدي الثقافه برايك؟ على فكره سؤالك كثير حلو، بيوضح الامور اللي بدنا نوصل لها. هي الفكره انه لما نجيب حدا من كلتشر ثاني، اول شيء بالانترفيو لما للنيو كامرز نحن لازم ناخذ هيدا انتو كونسيدريشن، ولما يفوت الامبلوي على كلتشر جديد يا بيقدر يكفي بهالكالتشر او ما بيقدر يكفي. من اذا بدك هيك بنقولها از سايينج فيك ات تيل يو فيل ات، او اذا يو ديدنت فيل ات خلص يو هاف تو ليف، تروح على انذر رول او تو ليف ذا كومباني. حلو. سو حتى لو في ديفرنت كالتشرز بالنهايه الشخص بقلب الاورجنايزيشن بده يمشي بهذا الكالتشر اللي هو انفورس باي ذا توب مانجمنت،
وهيدي الدور اللي تتكون هيدي ابلايد قلتي لي صعبه، هي ديفينتلي صعبه. وكيف صعبه؟ الليدرز لازم يكون في بيور وريل ليدرز بقلب الاورجانيزيشن تو ابلاي ات. وكمان شغله نقطه مهمه، الافكت تبعها ات از نوت ا شورت تيرم. تتغيري كلتشر او تبني كلتشر ات نيدز ييرز، وخصوصا حسب حجم الاورجانيزيشن. طيب لما بدنا نحكي عن هالموضوع بنحكي نحن عن بناء ثقافه مؤسسه معينه، طريقه العمل كيف بدها تكون؟ يمكن هيدي كمان من البيسكس اللي رح نشتغل عليها كقائد او كمدير او كمسؤول عن بروجي معين. كيف بدها تكون طريقه العمل مع هالموظفين او مع هالاشخاص الاعضاء الفريق لحتى يكونوا عم يتأسسوا بشكل يكون عندهم ذات طريقة الثقافة أو ذات طريقة الفكر أو ذات التصرف والكوميونيكيشن والتواصل أيضا؟ صحيح، هي في steps we have to follow it أكيدة. بس قبل رح أعطيك هيك مثل كيس ستادي صغيرة. إجا نيو هاي ليفل مانجر على organization بده يحسن فيها، بده يزيد البروفيت بقلب هيدي الأورجانيزيشن. في كان عنده تو تشويسز، وان تشويس انه يزيد البروفيت بدون ما يكون عم يشتغل على الكالتشر، وفي عنده كان اوبشن ثاني انه يكون عم يشتغل على الكالتشر وبيزيد البروفيت بقلبه. هلا بعد ما نحكي كيف نحن بنكون عم نحسن الكالتشر وعم نحسن العلاقات رح نرجع نقول شو التو تشويسز اللي اخذهم وين الامباكت تبعهم. هلا هاو تو امبلمنت ا جود كالتشر اللي بوصلنا لجود ريليشن شيبس. اول شيء ما نشتغل على ليفل الامبلوي، نحكي عن الانديفيدجوالز كامبلوي وما نحكي عن التيم. كأول شيء كانديفيدجوالز ما نكون عم نركز انه نخلق له بيربس للامبلوي. كيف نخلق له بيربس؟ ما نخليه يعرف انه هو بارت اوف ذا اورجانيزيشن، بارت اوف ذا ميشن. نخلق له هدف. نخلق له هدف اكزاكتلي. سو رح اشرحها هيك باكزامبل. ليتس سي انا رحت عند حدا من التيم عندي قلت له بدي ريبورت يفرجي السبندنج على هذا البروجكت. في يجي يعمل لي هذا البروجكت هذا الريبورت واخده انا واشتغل فيه. بس انا ما خلقت له بيربس هون. كيف بخلق له بيربس؟ بروح بقول له اعمل لي ريبورت يفرجي السبندنج، هذا الريبورت انا راح استعمله تو جيت مور بزنس، راح تشوفه المانجمنت تو جيت فور مور بزنس وذ هذا الكلاينت. هوني هو صار عارف لوين عم يشتغل. نعم. وبكره لما نجيب بزنس جديد بيعرف انه هو بارت من هذا الميشن. معناتها هون النتيجه بيكون هو له دخل فيها، يعني اليوم اذا كانت هيدي النتيجه ايجابيه بيكون هو له مثل اساس فيها، واذا كانت النتيجه سلبيه بيكون هو كمان اتحمل مسؤوليه هيدا الموضوع. يعني هون عم نحط له عم نحطه بموقع كثير مهم، يعني عم نعطيه اهميه. اكزاكتلي لما نعطيه اهميه هو بالديبارتمنت تبعه اخذ اهميه، وهو والامبلويي الثاني بالديبارتمنت الثاني كمان عنده اهميه. لما they communicate with each other بيكونوا اثنيناتهم عم يشتغلوا لنفس المشن، اثنيناتهم they will be communicating smoothly. نعم. عشان قبل ما نتابع بالامور العلميه، بس لما بنقول نحن بناء علاقات صحيه بقلب العمل او بداخل فريق عمل او غيره، شو معناتها؟ معناتها كمان يعني نصير في تناغم بالعمل، نصير نفهم على بعض، او نصير كمان يمكن متواجدين اكثر اجتماعيا، لانه بنعرف انه في شرك كثير بقوى من العلاقات الاجتماعيه، يعني ايفنتس، عشوات، تريننجز بينعملوا مع بعضهم لحتى يخلقوا هالترابط بين افراد العمل. اكزاكتلي هي بس في حدود، يعني اكيد في حدود لمحل معين وبس. هي الفكره انه اثنيناتهم اساسيات. اليوم لما نكون عم نعمل علاقات بقلب المؤسسه، علاقات الشغل هي اوكي، علاقات البزنس ريليشن شيب والبروفيشنال ريليشن شيب ذيس از وان سايد، ونحن بنمتنها بنخليها تكون متينه اكثر بالاكتيفيتيز اللي هي برا اللي هي تيم بيلدينج. حتى في كومبانيز بيشجعوا المانجرز انه تو جو اوت وذ ذير تيم ممبرز فور دينر فور لانش. هيدي كمان بتخلي العلاقات تكون امتن. يعني it is not only the professional، كمان على level الindividual السوشيال رح منقول السوشيال لايف. صحيح. هلا بضل في بالorganizations بضل في ons and off، بضل في مشاكل، بس هودي المشاكل لأنه في منافسة إجباري. exactly. المنافسة هذه الكلمة المضبوطة، يعني إذا ما في منافسة الشركة ما بتتطور. إذا كنا بميتنج حدا حط ايديا الثاني حط ايديا، إذا ما في تشالنجينج بطريقة بروفيشنال أكيدة معناتها نحن ما عم نتطور. إذا بنروح فيها اكستريم، إذا صارت المؤسسة على طول فيها
كل شيء ركود، يعني ما في مشاكل، كل الكل بحب، ما بحب يعمل مشاكل. ساعتها ما حدا بيعمل تشالنج، نوصل لمحل انه الكومباني عم تنزل داون، ما عم بتتطور. So it is important to يكون في بيكونوا متكتلين ضد الليدر كمان. هلا لا الليدر بيكون عم بيظبط الوضع، مسيطر عشان ما يصير في مشاكل، بالعكس. تمام. هشام، كنا عم نحكي عن بعض القصص طبعا، يلي هي الثقافة العامة، يلي هي كمان يعني خلق هدف للموظف أو للفريق كله يعني. حتى شو القصص التالية يلي نحن لازم نشتغل عليها؟ بدنا نحكي كمان شوي عن conflict resolution. Exactly. هلا قبل الconflict resolution نحن بدنا نخلق trust كمان عند الامبلوي، بدنا نخليه يعرف مش بس انه عم يشتغل على purpose، بدنا نخليه يعرف انه كمان نحن we trust يو بشغلك اللي عم تشتغله. نفس الاكزامبل عطيتك اياه عن الريبورت، في انا اجي اقول له للتيم ممبر، اقول له اعمل الريبورت وحط بسلايد 1 بسلايد 2 ببيج 1 بيج 2، حط الانفورميشن في، اعطيه السبيس. لما اعطيه السبيس يشتغل هو، لما يطلع الاوتكم، هذا الاوتكم فينا نشوفه، فينا نظبطه. اول ريبورت، ثاني ريبورت، ثالث ريبورت، ثالث ريبورت، بصير عم بيطلع اوتكم جود اوتكم. هي كمان بتزيد الانجيجمنت، بتزيد التراست، بصير يعرف هو انه المانجر تبعه ذا تراست هيم. وبعدين بالفيوتشر لما هو يصير مانجر بصير يتعامل مع الامبلويز تبعه او التيم تبعه بنفس الطريقه. هون بنكون عم ناسس سوليد كلتشر. هلا الكونفليكت مانجمنت اللي بتصير باي كلتشر، هيدي بتاخذنا لمحل انه الاوبن دور بوليسي بقلب الاورجانيزيشن. الليدر او المانجر بده يكون على طول ان كلوز كوميونيكيشن وكلوز ارينجمنت مع التيم، انه اذا في مشاكل تو سولف ات برو اكتيفلي وتو سولف ات از سون از بوسيبل. كيف كيف لما يكون في ترانسبيرنسي، هو عم بخبرهم كل شيء عم بيصير عنده، كل شيء عم بيصير مشاكل عنده، وهن بيصيروا they are happy to share with this manager. لما when they are sharing على طول any conflicts بصير عندهم، عطول بيقعدوا one to one، بيقعدوا التيم كله بيحطوا النقاط اللي سببت هاي المشاكل and they tackle it one after one، بيوصلوا لنتائج وبيوصلوا لحلول بهالطريقة. أوكي، يعني بده يكون في نوعا ما وضوح لنقاط القوة ونقاط الضعف. صح، بالمؤسسة وبهيدا الديبارتمنت بالذات. يس، بهيدي الديبارتمنت والمؤسسة، وهيدي بتاخدنا على محل انه هاو نحن تو ميجر اذا عندنا علاقات منيحة او عندنا جود كلتشر او لا. كيف بنعرف نحن؟ اول شغلة في تيرن اوفر، اذا في عندنا تيرن اوفر بالامبلويز هيدي از تريجر، يمكن يكون هيدا سبب من الاسباب انه عم بيكون في علاقات منا كثير مضبوطة. عم نحكي تيرن اوفر از تغيير بالموظفين، تغيير بالموظفين، يعني يمكن الموظفين تفل من الشركه، يمكن تروح على ديفرنت رول، ما بدها تشتغل بهيدي الديبارتمنت. كمان هاو الامبلويز ار كوميونيكيتنج بقلب الميتنج او هاو دي ار كوميونيكيتنج بالايميل. اليوم المانجرز ار سيسيد بالايميل، سو بيشوفوا كيف الطريقه عم بتصير الكوميونيكيشن، بيعرفوا التون بتوين الامبلويز، بيعرفوا اذا العلاقات منيحه ولا لا. بس اجمالا الايميل بيكون كثير نيوترال، يعني بيكون في نوع من فورما ماشيين عليه او طريقه سوبر رسميه بينحكى فيها ليكي، او ببين كمان برضه ببين شو في كلتشر، يكون في ما في علاقات منيحه، كيف بيبعتوا الامبلويز الايميلز لبعضهم وكيف كلتشر منيح، بتلاقي في فرق. How they approach, how they provide the information. في يعطيك ال colleague the information كتير smooth، وفي يعطيك إياها شوي إذا بدك مبطنة، ما بتعرف ال purpose تبعها دغري. So بتبين بالإيميل. بتبين بالإيميل، بتبين بطريقة التعاطي يمكن بالمباشر أكتر. يعني لما بيكون في اجتماعات، قد مهم نكثف الاجتماعات. الاجتماعات مهم نكثفها. بس بدنا نحكي كمان عن الريموت اليوم. اليوم عم نشتغل أغلبية الشغل بالمؤسسات صارت ريموتلي. هلا لما يكون الاجتماعات فيس تو فيس ويكون في بيسك رولز، انه تعاطي بروفيشنال، كل حدا بيسمع الثاني، في اكتيف ليسننج بتوين ذا امبلويز، هيدي كثير بتخلي العلاقات بعدين ما في تشنج بالعلاقات. بينما اذا كانوا عم بيقاطعوا بعضهم بعدين لما يخلصوا من الاجتماع بده يروح يتقتلوا برا. سو هيك بدها تصير الشغله، او بدهم يروحوا يشتكوا
يشتكوا او يصيروا they don't support each other بعدين بأني future communication. هشام في خط رفيع يعني وخصوصي عند المدير المسؤول تيم ليدر الليدر بالشركه، يعني الاشياء كثير دقيقه. يعني اليوم ان كان من ناحيه الشكاوى، من ناحيه المشاكل المناكفات اللي بتصير بالعمل، من ناحيه تسليم الوظائف كمان للكل، المنافسه اللي ممكن تتحول لغيره او لاذى او لغيره. كمان اليوم الليدر قد ايه لازم يكون هو منفتح، ان كان للعلاقات الاجتماعيه مع التيم، ان كان لتلقي الشكاوى. يعني نحن بنشوف وبكل الشرك بيكون في شخص قاعد عند المدير كل الوقت، يعني بتحس كانه هو يا اما نوع من جاسوس يا اما نوع من مفضل يا اما عم بحكي هلا انا البارت الثاني من الموضوع. يعني هالتفرقه يلي ممكن تصير قد ايه هي بتخلق كونفليكت ما بيكون موجود اساسا. صح، هيدي بوينت كثير اساسيه الليدر ينتبه لها بقلب المؤسسه او المانجر. لما يكون عنده فيفورت امبلوي او بفرج انه هيدا فيفورت، هيدي عم تخلق لس تراست اللي كنا عم نحكي عنه بينه وبين الامبلوي. هو اللي عم بيخسر، هو اللي عم بيخسر بالنهايه. التيم ويل نوت سبورت، او التيم رح يروح لرول ثاني او تو ليف ذا انفايرمنت او ليف الاورجنايزيشن تبعه. سو يعني بيقل الدعم له، بيقل الاحترام كمان له، بيقل الدعم وبيقل الاحترام وبيقل الاوتكم. هي اهم شيء نحن كلنا عم نشتغل للنتائج، ما في فاليو ما في اوتكم. هون المدير بده يرجع يكلها بطريقه معينه. هشام، اي متى موظف بحس انه انا مستحيل اني اقدر اتاقلم مع هيدا الفريق؟ هلا وشو الحل؟ اوكي، هلا الموظف إذا كان المشاكل عنده هي من الكالتشر is one thing، وإذا المشكلة هي internal أو خاصة technical بطريقة الشغل بالبروسيس اللي عم يشتغلها، هيدا شيء. هلا نحن رح نحكي بشق الكالتشر. لما يكون منه مبسوط بالشغل، ما بيقدر يعطي، ما بيلاقي سبورت، ما بيلاقي حاله موجود بالتيم، إن كان من بالسوشيال لايف معهم حتى بالانترنال بالبروفيشنال لايف، هون بيبلش لازم يكون عم بفكر تيروح لمحل تاني، يمكن بنفس المؤسسه لرول تاني، ينقل لديبارتمنت تاني، لمانجر تاني او لتيم تاني. اكزاكتلي. هشام لاعب مدير مشاريع، شكرا كثير لك. انا صراحه هالفقره هي من المفضلين عندي، باخذ كثير منها معلومات. ان شاء الله نكون قدرنا نفيد مشاهدينا من خلال هالفقره والحلقه بشكل عام. اليوم حلقتنا انتهت، شكرا للمتابعه، واكيد حلقه جديده بكره على الساعه 8:30. باي باي.